أنا لكم مشاهدينا من جديد، طبعا رح أكمل معكم أنا هالفقرة كمال تركني وهرب، لأنه رح نحكي اليوم عن صحة الشعر وكيفية العناية فيه. اعتبر أنه العناية بالشعر هو حكر على الفتيات، ولكن أنا بشوف كمان بهالأيام كمان الشباب لابد أنهم يهتموا من شعرهم وصحة الشعر. فاسمحوا لي أرحب بخبيرة التجميل سالي السعودي لنحكي أكثر عن طرق العناية بالشعر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك حبيبتي. صباح الورد، أهلا بيك. حبيبتي منورة. حبيبتي منورة بيكم. حبيبتي سالي، اليوم احنا عم نعيش تقلبات بالجو، دخلنا من الصيف للخريف للشتاء، فدائما الشعر بيتعرض لكثير من التغيرات، وهذا بيؤدي الى تقصف وجفاف. احكي لنا اول سبب، ليش بالشتاء دائما بتعرض الشعر لتقصف وجفاف؟ هسه بصوره عامه، هو الشعر دائما لازم اكو طرق معينه حتى نخلص من التقصف احنا بيه. دائما بالشتاء لانه يتعرض هوايه، مثلا نقول الماده الشسوار، اكو مثلا مرات المواد مال الصبغات، المواد البروتين هاي تاثر، ما له دخل صيف او شتاء. بالشتاء ينشف الشعر شويه عشان في هواء وهيك. بالضبط، فلازم احنا مثلا نرطبه دائما، نحط اللي هو السيليكون معالج للشعر حتى يحميه ويظل بالشعر اكو رطوبة. طيب هلا احنا بنقول انه بتقصف، هل التقصف يعني جفاف الشعر ولا الجفاف يختلف عن التقصف؟ لا، التقصف هو يعني الشعر التالف. التقصف يجي اما مثلا نقول كثره يتعرض الحراره قويه هوايه، انه احنا اكو مفهوم خاطئ، هو لازم الشعر كل شهر ينقص شويه منه. كل شهر؟ كل شهر، حتى لو نص سنتيم، لانه انت كل ما تقصين كل ما انه انت تحميه من التقصف. من ما تقصين انت تزيدين المشكله، فممكن يجي من هاي الشغله، ممكن يجي من البروتين، ممكن من الكرياتين. تعرفين اكو ناس هواي يسوون صبغات الشعر، همينه هاي كلها لها تاثير، فلازم كل شهر. بالاضافه الشاور الزايد، اكو ناس مثلا تشوفيهم يوميا، هذا هم يسوي تقصف. والله طبعا المي، خاصه احنا المي عندنا شوي يمكن يكون بالضبط فيها وبيها املاح وهيجي، فهي كلها تاثر على الشعر. طيب سالي، حكيتي انت شغله انه نقص الشعر يعني سنتي، لو سنتي. هلا في معتقدات اليوم احنا بنعتقدها انه لازم الشعر بوقت معين عند اكتمال القمر او لا. عند الخريف او عند الربيع زي الشجر لازم نقصه. هاي الشغلات مزبوطه يعني ولا هاي خرافات؟ بصراحه انا ما امن بيها، لانه هو الشعر انت حتى يطول، حتى الشعر انت كل ما تقصي اذا انت تقيسين فهو راح يطول. بس طول ما انت هاي المعتقدات لا ما لها دخل، يعني هي ممكن هاي المعتقدات مال اهلنا بس يعني لا. دائما نسمع انه على الربيع او على الخريف زي ما بتتساقط الشجر، او على اكتمال القمر، او مش عارفه كيف، او حدا هذا ايده خضره. هل فعلا انه في حدا ايده خضره وايده مش خضره؟ اي هاي انا امن بيها. مال ايد الخصح، اكو ناس ايدها خضره تشوفين الشعر يقوم يفور، اكو ناس لا تشوفين النمو يوقف ما الشعر. طب شو السبب يعني؟ هي هاي انا ما اعرف بيها، بس هي صدق اكو ايد خضره، يعني تجيب بالشخص نفسه. بس مشكله القص يعني لازم. الله يوقعنا هيك بناس تكون ايدهم خضراء ولما نقص يطول. طيب سالي، اليوم يعني بنعاني كثير من مشكلات بالشعر، وانا اول الاشخاص اللي بعاني، ورح اقول لك انا حاطه هير توك، يعني انا شعري لهون حاطه هير توك لانه تعرض لصبغات ولسحب لون وتدمر زي ما بنقول. اليوم كيف بنقدر انه نتخلص من هاي المشاكل لحتى يعني اول باول، لحتى ما تصير المشكله كثير كبيره ونضطر انه مثلا نقص الشعر كثير قصير، او نضطر نحط الهير توك؟ هسه دائما بصوره عامه الشعر لما يحترق بصبغه معينه او شيء معين، هسه انت ورا لازم تبتعدين عن المواد الكيميائيه، يعني ما تروحين تلجئين للبروتين للكرياتين، اللي راح يزيد المشكله اكثر. تستخدمين الشغلات الطبيعيه اللي هي الزيوت الطبيعيه، اعشاب طبيعيه، اكو زيوت هي اصلا تطول نمو الشعر، اكو زيوت خاصه للشعر المطاطي او التالف. هي انا يعني شعري مطاطي، هذه شو علاج هالشعر؟ هاي علاجها يا ميسه، بس نخلص انطيك فتشي تدعي لي عليه. والله طيب بس انه اكثر شيء يعني بصوره عامه، اكو مثلا عندنا للشعر، اكو مثلا يقدرون يستخدمون زيت مال اوليفيرا بس يكون الاصلي. هذا ممتاز. يعني نجيب الاوليفيرا ساره من ونفتحها ونشيل الماده اللي جوا؟ بالضبط، يخلطوها بالخلاط حتى يصير مثل الماده شلون نقول سائله الهلامية. بالضبط يحطوا، هذا ممتاز للشعر المطاطي والتالف. وبالاضافه هم تسرع نمو الشعر.
لحالها بدون اضافه زيت بالضبط. اكو عندي زيت اللوز هي حلو همينه، زيت جوز الهند، بس زيت جوز الهند ما يطول الشعر، يعالج لي الخشونه. يعني اذا يريدون يستخدموه ما يحطوه على الجذور، لا من تحت الجذور، لان اذا نحط على الجذور يسوي تساقط بالشعر. يعني حلو. طب هاي النصائح بدنا نرجع بس نركز عليها، يعني هلا للشعر اللي المطاط نستخدم الاوليفيرا، بنخلط من اي مكان ببيع الاوليفيرا، بنفتحها وبنخلطها بالخلاط. ممكن نزيد عليها زيت ايش ممكن اللوز. اي حمام زيتها مو اياها عادي مو مشكله. زيت اللوز هاي عادي نحطها على الروتس، هاي عادي كلش طبيعي، هاي ممتازه. جوز الهند لا نحطه على الاطراف وهو بيعالج النشفان حقيقي. بالضبط، لان اذا وصل للجذور يسوي تساقط، يسوي تساقط بالضبط. يعني الواحد يخفف لي بصيله الشعر. يعني شوفي قديش هاي الملاحظات كثير مهمه. اليوم احنا بنفكر كل شيء طبيعي انه ما بضر الشعر، لكن انه لازم ناخذها بعين الاعتبار انه الروتس او على الاطراف بالضبط. طيب اليوم في اشخاص بحطوا الهير توك صح، يعني مثل حالاتي اليوم، طرق العناية بالهيرتوك، هل إنه أنا بدي أعتبره إنه هو شعر طبيعي وهو فعلا شعر طبيعي لازم أعتني فيه وأعمل له حمامات زيت، ولا بخرب الهيرتوك؟ لا بالعكس، الهيرتوك أصلا أكثر شيء لازم تعتني به، لأن يعني إحنا الشعر ممكن الدهون اللي تفرزها الجذور الشعر أو شيء ممكن يخلينا نعتني به، هذا لا. يعني أوكي شعر طبيعي بس ماكو شيء إنه يفرز، فأنت لازم تسوي له حمامات زيت، بس طبعا اكيد ما توصلي لين توقع راسا. يعني اعمل له عادي من تحت حمام زيت، حمام زيت تحطي له هاي الحمامات الكريم زيت، بس زيت يعني الدهن مثلا زيت اللوز، زيت هاي لا توصلي لها لانه راح يتلفق ينيمه للشعر. لا نقدر نستخدم حمامات زيت معينه تحطيها لمده ساعتين بالشهر مره، هيك انت راح تكونين اعتنيتي به وظليتي محافظه عليه. حلو كثير. طب وتنصبغ عادي؟ ممكن انه نصبغها عادي؟ طبعا اذا شعر طبيعي طبعا ينصبغ وينسحب لونه، وش تريدين تسوين به عادي مو مشكله. بس اذا كان طبيعي، اذا كان مخلط راسا يخرب عندك. لا مطبر. اكيد يعني لازم تجربين خصله. لا هو طبيعي. انت خبيره شعر بتعرفي انه طبعا لا مبين طبيعي. طبيعي، ولكن الواحد مرات بيضطر هيك بده يواكب الموضه والجمال، ولما يكون انه شعره شوي تلفان وبده يحاول يغير اللوك، فبيحاول انه دائما يعمل الشغلات بس انها تكون طبيعيه. صح. طب هيك نصائح سريعه منك للمشاهدين اللي عم بتشوفنا اليوم، ايش يعملوا هلا يعني غير انه حكينا انه الطقس بارد، في جفاف، عم نتعرض كثير لسشوار، لصبغات، قديش لازم نعمل حمامات زيت بالاسبوع او بالشهر، وايش هي الخلطات اللي لازم انه ننتبه لها ونبعد عنها من الاسواق اللي تكون مواد مثلا معينه هاي نبعد عنها تكون كيماويه وبتضر الشعر؟ هسه الكيماوي انا انصح انه يبتعدون عنه تماما، نلجا للشغلات الطبيعيه الخاليه من المواد الكيماويه والمواد الحافظه. هو ممكن بالاسبوع مره، يعني يوم الجمعه او الخميس يسوون حمام زيت للشعر. اكو ماسكات معينه مثلا نقدر، اكو عندنا ماسك المايونيز ويا زيت الزيتون. يعني بتأمني هذا البيض والمايونيز؟ أنا لأنه أنا بالأعشاب الطبيعية، فأني أعرف مايونيز بس مو الأكل اللي يكون خاص مو الشعر، ويا زيت زيتون ينخلط. زيت زيتون واحدة ما يصير ينحط لأن هم يسوي تساقط للشعر. والله لحالة ممنوع تماما. ويا المايونيز ممكن نسويه يحطون ملعقتين بملعقتين، يعني حسب الكمية متساوية تكون، ينحط لمدة ساعتين بالأسبوع مرة. حلو. أهم شيء السيليكون يكون على الشعر، لأنه دائما الشعر لازم بالشتاء يحتاج لترطيب. بس ما يحتاج لشيء أكثر، وبالإضافة أنه لا يتعرض الحرارة قوية. وأهم شغلة أريد أقول عليها أنه أكبر غلط يسووه لما تطلعين من تكونين ماخذة شاور وطالعة تسوين شعرك كعكة. أوكي لازم. هذا يدمره للشعر. إحنا دائما كنا نقول أنه يعني ما تلف شعرك أو اتركه يتنفس. لا بالضبط. هذا الصح، لانه هذا الشيء يخلي البصيله مال الشعر ما تفرز المواد اللي تنمو الشعر، يعني فهاي كلش غلط. يعني شكرا كثير للنصائح اللي اعطيتنا اياها اليوم، وانا بتمنى انه ما ياخذوا الموضوع انه هيك شيء بسيط وسهل وانه مواد طبيعيه نحطها، لا يفضل انه كل واحد يسال خبير شعر، خبير بمجاله، لحتى ياخذ النتيجه اللي بده اياها. بالضبط اكيد. شكرا كثير لوجودك معنا حبيبتي، نورتينا. شكرا حياتي. طبعا مشاهدينا مكملين معكم، ورح تكون معنا ضيفتنا